إذا شفته أكيد مش رح أحكي شيء، رح أبكي. أقول له يا حبيبي يا رسول الله اشتقت لك كثير. أشكي له عن الحالة اللي عايشين فيها. بوسه داي وجهه. يساوي أي شيء ليصلح هذا الغلط الموجود بهذه الأمة كلها. حبك يا رسول الله. إذا شفت الرسول بس شو ممكن تقول له؟ رجعنا لأيامه القديمة، رجعنا عن أيام الإسلام الأولية، ما مثل هلأ، رجعنا للإسلام الحقيقي، هيك بقول له. والله ما أعرف شو بدي أقول، يعني إذا شفته يعني ما أعرف بدي شو يطلع معي، ما أعرف شلون بدي أحكي معه، شلون بدي أستقبل الرسول، شلون بدي يعني شيء، يعني صراحة ما يوصف معي. بقولوا ترجعش هالقوم الفاسد الموجود بهالوقت اللي احنا فيه. والله اقول ان شاء الله يصير بلد امان. بالنسبه للوضع بتغير احسن الوضع. بطلبوا منه يرجع الامام علي، يرجع اهل البيت، يريحنا من هالظلم اللي نحن كله فيه. بقول له انه يساوي اي شيء ليصلح هذا الغلط الموجود بهيدي الامه كلها، عشان انه كثير باسمه عم بيسوي كثير اشياء غلط وكثير اشياء ما منيحه، فهو اكيد عنده الحال يعني انه موجود وبيقدر انه يصلح هذا الشيء الغلط. بفضله انه تعلمنا الايام الدين والاخلاق. بتمشي فيها كل يوم بتكون معه. إذا شفت أنا الرسول هلأ، أول شيء بنشكي له عن الحالة اللي عايشين فيها بقصة الإسلام والدين، ونتمنى يرجع يصحح هيدا التشوه اللي صار بقلب الدين وبس. إذا شفته أكيد مش رح أحكي شيء، رح أبكي وكون بين إيديه وقول له يسامحني على كل شيء عمل معاصي وذنوب وهيك، إن شاء الله أكون قد هذا الموقف يعني. وعصب من الأولى مخفية إن شاء الله. السلام عليكم، بوسه داي وجهي، وبدي رحمتك وبدي رضاك، بدي تعفي عني وتيسر امري وتوفق لي ولادي وتوفق كل شيء في اسلام بهالدنيا. انه الله يصلح الامور ويهدي البال وهيك ويفرج على الاسلام والمسلمين جميعا. انه هالاسلام هيك يكونوا بحبوا بعضهم ويلتفوا على بعضهم، ما حدا يأذي حدا من جار لجار. كون في ولفة، كون في جمع شمل، بفكي وبعبطه وبقول له السلام عليك يا رسول الله. بقول له وبطلب منه بالأحرى يعني إنه يجي يصحح الأمة كلها سوا، لأنه زاد الفساد وزاد الكفر، والأخلاق اللي ربانا عليها إسا صاروا الناس عم يشتغلوها بالعكس، يعني المحبة والسلام والأخلاق الحسنة صارت معكوسة هلأ، يعني سلبية صارت كثير. أطلب منه الرحمة والمغفرة والمحبة له والرضا. نطلب منه الله يهدي هالأمة وينصر الإسلام. أطلب الرحمة، يرحمني ويرحم والدي ووالد والدي كما ربياني صغيرة. بطلب يدخلني الجنة، بقول له السلام عليك، شو بدي أقول له أكثر من هذا.